بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. وحشتوني جدا جدا، وزي ما عودناكم إن بيت المصريين بيدعم المواهب المتميزة. النهاردة معانا فقرة مواهب شعرية متميزة، 5 مواهب شعرية نتعرف عليهم ونقدم المواهب. اتفضلوا قدموا لنفسكم للمشاهدين. انا حنان رضا من المنصوره السنبلاوين، بنت مركز شباب الزهيره. تمام، ايوه. انا ايه وائل من المنصوره السنبلاوين، بنت مركز شباب طميه الزهيره. تمام، اتفضلي. انا رحمه ياسر، بنت مركز شباب الزهيره. ملك. انا ملك عصام، بنت مركز شباب الزهيره. انا الحياه بهمن من مركز شباب الزهيره. كم سنه؟ عندي 12 سنه. تمام، ابدأي. يلا يا رحاب، قولي لنا، هتقولي لنا ايه النهارده؟ قصيدتي بعنوان إلا رسول الله. أيوة. للشاعر الكبير اللواء محمد هيكل. تمام. إلا الحبيب اللي هنا، إلا الحبيب اللي هنا في القلب ده مرسوم، إلا اللي عمره ما رد على الرئاسة له في يوم، لا عمره عرف الظلم ولا يرضى بأذيه، هو قال جميع البشر في الدنيا سواسيه، على القيم والأدب، على القيم والأدب، وربنا علاه. إلا حبيب قلبي أنا، إلا رسول الله، إلا اللي قال العدل والرحمة سر الكون، إلا اللي كانت كلمته من رب كن فيكون، إلا اللي رحم الفقير، إلا اللي رحم الفقير، إلا اللي حضر الأسير، إلا الأمين المؤتمن وبصدق من جواه، إلا طبيب روحي أنا، إلا رسول الله، إلا اللي كانت دعوته نور في الظلام، إلا اللي علم أمته تفشي السلام، اللي طريقه كان هدى وكلامه طب، واللي ما يعرف في الحياة إلا يحب، واللي أمرنا كلنا نمشي على نهجه وخطاب، إلا اللي أغلى مننا، إلا اللي أغلى مننا، إلا رسول الله، إلا رسول الله. وشكرا. انت حبيبتي ملك، قولي لنا يا ملك، بدات امتى الموهبه بتاعتك الشعر؟ انا بدات يعني كنت من كام سنه؟ انا يعني السنه دي. مين اللي حببك في الشعر؟ امسكي المايك وقربي على الشاشه. انا كنت يعني كنت متشجعه، اللي انا كنت بفكر وكده، ويعني مع احترام لبابايا ومامتي يعني، فشجعوني اكتر وكده. تمام، اتفضلي هتقولي لنا ايه النهارده؟ انا قصيدتي بعنوان يوم مولدك، اهداء الى النبي صلى الله عليه وسلم، ردا باساءة الى النبي صلى الله عليه وسلم، للشاعر الكبير الاستاذ رضا ابو شنا. يوم مولدك من كل عام، يوم مولدك من كل عام، على الدنيا بيعم السلام، يا رسول وعايش وسطنا، يا رسول وعايش وسطنا وفي قلبنا، وانت الامام، صليت بكل الانبياء، صليت بكل الانبياء، ومسكت بايديك المقام. انا لو هقول ان اوصفك، انا لو هقول ان اوصفك، ازاي هجيب عنك كلام، وازاي حروفي توصفك، والحرف عنك يسبكاه، وازاي اقول زي القمر، وازاي اقول زي القمر، وانت القمر وقت التمام، في دومك الخير انتشر، في دومك الخير انتشر وسط البشر وفي الخجال، والترب يرقص على الشجر، والغرب يحضن في الحمام، والعنكبوت يعمل خيوط، والعنكبوت يعمل خيوط، ويصلي على خير الانام، ومش توحد ربنا، ومشي توحد ربنا في المدينة، الكل آه، الكل قايم للنبي، وهنبتدي من غير خصام، الشام زي المغربي، الشام زي المغربي، الكل واحد في المقام، حتى اليهود الأجنبي ياخد حقوقه بالتمام، بالعدل بيعيش النبي، بالعدل بيعيش النبي، والقلب خام أبيض من الضوء الندى من الرخام، نفسي أشوفك يا نبي، نفسي أشوفك يا نبي، لو في المنام،
اشرب بايديك وارتوي وارمي السلاح. يا حبيبي انت ومنقذي، يا حبيبي انت ومنقذي وقت الزحام. الاسم احمد في السماء، الاسم احمد في السماء وعليك في الارض السلام. يا خير من صلى وصام، يا خير من قام القيام. يوم مولدك من كل عام، عالدنيا بيعم السلام، عالدنيا بيعم السلام. وشكرا. عليه الصلاه والسلام. احسنت حبيبتي. قولي لنا يا رحمه، انت مين لما فيكي موهبه الشعر؟ بابايا وماما والمس منى. حببوكي في الشعر؟ تمام. اتفضلي هتقولي لنا ايه النهارده؟ قصيدتي بعنوان الجرس، كلمات الشاعر الاستاذ الكبير وليد مليك. دق الجرس، دق الجرس وطلعنا نجري على الطابور. الكل واقف في ثبات، ايه وحديث، حكمه وكلمه وتعليمات. وفي لحظه كنا في الفصول، الابله كانت امنا، كانت امام بيأمنا. فجأة تقول كل انتباه، اكتب في وسط السطر مدرسة الحياة. قلت مش فاهم يا أبلة يعني ايه، قلت مش فاهم يا أبلة يعني ايه. ردت الأبلة علي، ردت الأبلة علي، مدرسة أبوابها فتحة للجميع، اللي يتعلم يفوز واللي يجهل هيضيع. اللي ماشي على السطور واللي ماشي تحت منه، اللي غايب مش مذاكر، اللي غايب مش مذاكر، واللي حاضر عقله فاك. في النهاية كله مروح، قلت أبلة كله مروح، بس من غير الجرس. لا يا ابني، لا يا ابني، في الحياة مليون جرس. لما صبحك يبقى لين، لما صبحك يبقى لين، تختفي من بحر، تختفي وانت عليه، وانت في عز النهار عايز دليل. لما بحرك تختفي منه شطوط، لما بحرك تختفي منه شطوطه، والزمن يرسم على جبينك خطوطه. لما تتغير ملامحك، لما تتغير ملامحك، لما تحزن على اللي مات قبل ما تسمع من سما. كل شيء ماشي بدون، كل شيء ماشي بدونك، وانت دق يبقى خلاص، دق الجرس يبقى خلاص، دق الجرس. شكرا. حياتي جميل قوي يا رحمه. قولي لنا يا ايه، انت بتحبي مين من الشعراء؟ رضا ابو الغيط. رضا ابو الغيط، طبعا استاذ الشعر الكبير رضا ابو الغيط. اتفضلي خد المايك، قولي لنا هتسمعي لنا ايه النهارده؟ قربي كده. قصيدتي بعنوان الجيش المصري، الشاعر الكبير الاستاذ رضا ابو الغيط. يلا يا جيشنا شد الحيل، يلا يا جيشنا شد الحيل، رايت النصر لينا دليل. احنا يا جيشنا ولاد النيل، وانت يا جيشنا ملكش مثيل. جيشنا يا اعظم جيش في الدنيا، جيشنا يا اعظم جيش في الدنيا، مصر بلدنا ام الدنيا، وبابطالها وعزم رجالها، مصر هتبقى قد الدنيا. بص يا صاحبي شوف يا اخينا، بص يا صاحبي شوف يا اخينا، جيشنا منور في الحبسين، جيشنا منار، جيشنا منارة، جيشنا حضارة، واسأل عنا في جيش مين. علوا السقف امال يا شباب، علوا السقف امال يا شباب، نصر اكتوبر على الابواب. سقف قوية واحلى تحية لابو دبورة ونسر وكاب. خط يا جيشنا شد الحيل، اصل الخطوة بداية الميل، وان كان ليل العتمة طويل، احنا بشمع نشق الليل. مصر يا جيشنا بينا وبيه، وقت الشدة تنادى عليه. ما انت ولدها، ما انت ولدها، وانت سندها، ومعك رب العز حميه. جيشنا تملي بيحمي الهم، جيشنا تملي بيحمي الهم، جيشنا ابويا واخويا وعمي، واللي تملي يضحي امي ويقول لاجلك يرخص دم. كان في اكتوبر مش ناسيين، وفي رمضان والناس صايمين، خدنا قرارنا في عز نهارنا نهزم جيش المحتلين. خط المتقي ده حطمناه، عدينا وعبرنا قناه. اما السادس من اكتوبر عدو تملي بنستناه، عدو تملي بنستناه. وشكرا. جميل قوي. اديها الحنان. حنان عندك مواهب تانية غير الشعر؟ يعني الرسم وكده. الشعر كتابة بتكتبي ولا القاء بس؟ انا بلقي ولسه بادئة في الكتابة يعني وكده. جديد يعني. ان شاء الله ربنا يوفقك. قولي لنا هتقولي لنا ايه النهارده حبيبتي؟ قصيدتي بعنوان انا مليت.
للشاعرة أميرة البيل. بقول تعبت فقمت كلمته، تعبت فقمت كلمته، ما أنا بنت هيفهمني ويفهم إني محتاجة، يكلمني ويسمعني ويفهم إني مخنوق وحضنه بس هيسعني. فكلمته، ألو هو أنت ليه ساكت؟ ألو في حاجات ماتت، ألو تعبانة فاسمعني. يرد يقول وإيه يعني؟ ما كل الخلق تعبان، وإيه يعني؟ ملمحك لسه بهتانة؟ ما عادي كلنا مرضى، جرحني بعجز عن إني أرد القسوة ليه، لكن أنا قلبي ماهوش داكن عشان يقسى أو يكره حد، ما هوش حد، فليه جرح؟ فليه جرح وزعلني يا ريته ما رد؟ ليه اتغير بقى بارد؟ وليه شارد بعيد عني ما كان زمان بيقول إني مراته وأم العيال، وقال لي إني هبقاله، أنا باقية، أنا باقية، لكن هو اللي بيعافر اللي يخسرني يتصرني، لكني حبيته، يا ريتني ما كنت حبيته، وهبت القلب واديته وحنين عمره ما كان يحلم بحد يحبه يوم قدي، خلاص عدي ودوس عليا كم مرة، وقعد من تاني في الكرة وعلقني بحبال بايشة، ما أنا عايشة وساكتة وهبلة وبطنش، كأن دموعي شيء عادي، كأن فراقنا شيء عادي، وهذا الوضع مش عادي، فاسمعني أنا ماشية، أنا كنت في هواك طايشة، ضعيفة وروحها كانت بهشة، وحالك لسه ما يسرش وحالي معاك ماهوش ولا بد، يرد يقول لي مش غلطان، وما انتش قادرة تتعاملي مع تعبي، أنا مليت، أنا الهبلة اللي شفتك بيت، وقلت أبويا وحبيبي. يا سيدي ما تمشي وتسيبني والله ده انا اتمليت، وفكرتك هتبقى لي استند والاهل، ما هوش سهل، ما هوش سهل بان البنت يوم تعشق، ولو تعشق بتوهب راحها وحياتها وتتحمل وتتجمل عشان تحلو في عيونه، فما يبصش في يوم بره، خلاص بره، انا استحملت 100 مره وسيادته غاوي يتعبني. يا سيدي ما تمشي وتسيبني، بتتعب قلبي ليه وياك؟ بتكذب ليه وتتمارض وتتعصب وبتعارض وتخلق مشكلة تافهة؟ قلب البنت لو شافها بتتكسر عشان واحد، بيقفل وقتها بابه ما بيفتحش، فما تجرحش عشان قلبي شال ياما، وبرجع تاني من الأول وأعدي كلامه فيطول ويقلق فيا مليون شق، قلب حقيقي مل الدق، ألفت الموت وعايش زق، ولسه سيادته بيحدف عليا الجرح إجازا في الكلام والشرح، خبطني وموجه كان عالي، خبطني وموجه كان عالي، يهاجم بس أفعالي، كأن عدو بيحاربه، كأن عدو بيحاربه، وكأن القسوة كشربه، كأن حقيقي حيلي اتهد وروحي اتنسلت من الشد، وليه الشعر فعلا جد بيفتح في الجروح لينا، وليه الحزن مالينا، فحد يقول لي ايه العلة، وهبت الضلع احلامي، عوقت الضلع فكسرته، خسرت الكل علشانه، واديني كسبت وخسرت، كتبت الشعر من تعبي، قرا لكنه مهتمش، وكالعادة بيتغاضى ويتغابى وبيطنش، مسكت الفن كتبت رسالة من تعبي، بقول لي فيها اخبارك وما بتسألش، مفيش داعي لاعذارك يعني انا عارفة اني مش فارقة، لمجرد بس الوهلة بطمن واحس بانه مش مهتم، كأن دموعي صارت دم نزيف متتالي ما بيهداش، انا مده فدست قرباش وبضحك بس من بره، وروحي لسه مضطرة تبين عكس ما فيها، وفرحة روحي مش ليها، ختاما للي ناوي يغيب ويسيب، ان يوم قررت تروح لطبيب متجيبش علاج عشان والله ما هيفيدك، هيزيدك من وجعك اكتر، وكأنك بتحاول تمنع فكياك ان الدنيا تمطر، ولخص كل ادويتك ما تتعشمش فاسمعني، ولخص كل ادويتك ما تتعشمش فاسمعني، بلاش عشمك يزيد يعني، ده لما تعبت كلمته وقلت بان انا بنته هيفهمني، وابسط رد كان منه بانه بعني ووجعني، وأبسط رد كان منه بأنه بعده وجعني. شكرا. برافو عليكي ما شاء الله. عايز أعرف طموحاتكم إيه؟ عايزين تطلعوا إيه بكرة وبعده في المستقبل بقى؟
يعني هي مش حاجة معينة، شاعرة أيوة. وبرده في نفس الوقت حاجة بلدي تكون فخورة بيها، يعني يعني بلدي تكون فخورة بيها. أيوة يعني الشعر ده هواية. أيوة تمام. عايزة تطلع إيه غير الهواية الشعر؟ أعلامية. إن شاء الله ربنا يكرمك. ماشي حبيبي. وآية عايزة تطلع إيه يا آية؟ أطلع دكتور إن شاء الله. وتستمر في الشعر برضو؟ هتكتبي شعر ولا إلقاء فقط؟ لسه يعني بتدرسي الموضوع. أيوة. إن شاء الله ربنا يكرمكم. وإنتوا طموحاتكم إيه؟ تحبوا تطلعوا إيه؟ أنا نفسي أطلع دكتورة عشان بابا وماما نفسهم كده اللي أنا أطلع فيها، وبرضو أكون يعني بحفظ شعر ويعني ألقي كده. إن شاء الله ربنا يوفقك. وإنت يا ملك؟ أنا عاوزة أطلع دكتورة برضو، وأبقى في الشعر برضو كده وأكتب يعني. تمام. ورحاب؟ انا عايزه ابقى دكتور عشان يبقى ماما وبابا فخورين بيها. أيوة. وابقى برضو يعني في الشعر وكده. شاعره. مواهبكم ايه تاني غير الشعر؟ بتحبوا ايه تاني؟ الرسم، الغناء؟ بحب الرسم جدا. بتعرفي ترسمي ولا لسه يعني هتشوفي نفسك فيه هتجربي؟ انا بجرب يعني وكده لسه جديد يعني. تمام. وملك؟ وانا برضو بحب الرسم وبجرب يعني وبرسم كده كل يوم كده يعني. في حاجة تانية بتغني؟ انشاد برضو. رحمة؟ شعر بس؟ لا برضك يعني ايه في الرسم يعني، يعني بدأت يعني بس مش كتير يعني. هتنموا هوايتكم في الشعر فقط ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمكم وتحققوا كل احلامكم. تحبوا مين من الشعراء حاليا؟ انا بحب سيادة اللواء محمد ايكل والشعر ده ابو لغيت وعلي مليكي. ايه عشان بيدربكم على الشعر؟ وبعت لنا شعر يعني وبنحفظه بحلو المسمنه بتدرب بيعجبكم. تمام. طبعا تحيه كبيره للاستاذ محمد هيكل ومحمد هيكل. وانت يا ايه برضو بتحب مين من الشعراء؟ الاستاذ رضا ابو الغيط ووليد ملاكي. تمام. وحنان؟ لا انا الشاعره بحب كل الشعراء. الشاعره الكبيره بحب حنان بحب كل الشعراء. اميره البيالي والاستاذ هشام الجاخ، الأستاذ رضا أبو الغيط، والأستاذ وليد ميلاد، يعني كل الشعراء بحبهم الصراحة. تمام. ونفسكم تطلعوا زي مين فيهم؟ يعني نفسي أميرة البيالي. تمام. طبعاً قصيدة بسم الله ما شاء الله. إحنا بنشكركم، نورتونا وشرفتونا النهاردة، ومعانا لكم شهادات تقدير، حاجة بسيطة من البرنامج على موهبة الشعر بتاعتكم. ملك شهادة تقدير يا ملك، حاجة بسيطة من البرنامج. حنان اتفضلي يا حنان، بيت المصريين. ميرسي جدا يا حبيبتي. بيمنحكوا الشهادات. حبيبتي آية، آية وائل محمود. رحمة ياسر جودة، اتفضلي يا رحمة. رحاب اتفضلي يا حبيبتي. تمام. شرفتونا ونورتونا النهاردة وسعدنا بيكم. وإلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا النهاردة من برنامج بيت المصريين. تحياتي لحضراتكم، نرجو أن تكون الحلقة نالت إعجابكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من بيت المصريين. كانت معكم صفاء بدوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.